اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وعلم الاولياء والهمنا الى من ملائكه مغرمين. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فكيف اذا اصابتهم مصيبه بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فارغا ما يظن قل لهم في أنفسهم قولا كثيرا. إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم يا ملك أزفى الله أزفى لهم الرسول لا يجدنا جوابا رحيما. ولا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ما كتبنا عليهم أن اغتروا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم أشد تثبيتا إذا لآتيناهم من لدنا رسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات يبضئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد نعم الله علي إذا ما كنا وإن أصابكم فضل من الله ليغورنك أن لم يكن بينكم وبينه مودة يا ليتني ثم الذين يجرون الحياة الدنيا للآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب. قل الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. أينما تكونوا يدرككم الموت
ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله فما لها بيض ضائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيدون فارضا وتوكى الله وكفى بالله وكيلا أفلا يتدبرون القرآن ولو كان أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونهم منهم فلم لا فضل الله عليكم ولم تردد من شيطان إلا وليلا فمات في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وعرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفلا منها بتحيتهم فحيوا بأحسن منها أخذنا إن الله كان كل شيء حسيبا لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أتقوا من الله حديثا لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تندوا من أضل الله ومن يضل الله فلا تجد له سبيلا ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله بينهم ميثاق أو جاءوكم حصل الصدور أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم ثم يأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلام ويكفوا أيديهم
يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فدرير رغبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فدرير رغبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رغبة مؤمنة فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا أليما. يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة المستضعفين من الرجال والنساء وسعة ومن يخرج من بعده مهاجرا إلى الله ونصارى ثم يدرك الموت العظمى عيد على الله وكان الله غفورا رحيما. وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم ألم من مطر فوق أنتم فاذكروا الله حقيقة
فإنهم يعلمون كما تعلمون أتجون من الله ما لا يجون وكان الله عليما حكيما أنزل إليك الكتاب بالحق لتكن بين الناس بما عليك الله ولا تكن لخائنين أستغفر الله إن الله الناس ولا يستغفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من الله وكان الله بما يعملون محيطا أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا بإثم فإنما يسيب على نفسه وكان الله عليما حكيما ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا فالله عليك ورحمته لما ادعى منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف ما تبين له الهدى ويتبع غيرا سبيل المؤمنين يبلغ ما تبلى نزل جهنم أزهر مصيرا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فليبتكن آذان الأنعام ولا أمرنهم فلا يغيرن والله من يتخذ شيطانا هليا من دون الله فصل خسارا مبينا ويمنيك ما يعدم شيطان إلا غرورا سندخلهم جنات تجري
من تحتها الأنهار ولا أماني للكتاب من يعمل زرعي الجميل لا يكذا من دون الله يعني ولا نصيرا من يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن ممن أظلم وجهه لله وهو مسلم واتبع ملة إبراهيم حنيفا من دهن الله إبراهيم بالسماوات وما في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين في الوِلدان نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصالحا بينهما صلحا والصلح النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فجدروا المعلمة عند الله وتتقوا خير الله وإن يتفرقا دون الله أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم من ادعوا الله وإن تبنى فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله وليا حميدا ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا إن يشاء يذهبكم أيها من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا بالقسط جهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فلا أولى بما فلا تقتبروا الهوى ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي نزل من قبل بالله وملائكته وكتبه ورسله
آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم زادوا في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث فتح من الله بارو ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين الله وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا مُذَبْذَبِينَ بَيْنَ ذَلِكَ لَا إِلَى هَؤُلَاءِ وَلَا إِلَى دينهم لله فأولئك مع المؤمنين أصحاب يد الله المؤمنين أجل عظيما ما يفعل الله بعذابكم ما شكرتم أمنتم وكان الله شاكرا عليما لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله من السماء فغسلوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جرة فأخذتهم الصاعقة ثم تهلل إلا بما جاءتم البينات
وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم ربنا قل فمن لنا ألا نعلي بك من لا يؤمنون إلا قليلا وقولهم على مريم ابدانا نذيرا إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين تلفوا منه لم يشك منه قولهم من الذي لا أمني وما قتلوه يقينه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما وإن للكتاب إلا ليؤمنن به حرمنا عليهم طيبات وحلت لهم بسدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا وأكلهم أموال الناس بالباطل مات النار كافرين منهم الذين دليلا لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة النبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وإنسى من ربكم فآمنوا خيرا لكم وإن تكفر فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما يا الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تكونوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد عبد الله
الملائكة المقربون ومن يرتقي بالعبادتي ويستقبل فسيحشرهم لله جميعا أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله وأما الذين يفتيكم في الكرارة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم إن صدوكم عن المسجد الحرام والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشاهم واخشوني اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين
فإذا قمتم إلى الصلاة فغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاتطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا سيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه وأيديكم منها ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم ويتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون اذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي وثقكم به شرار قوم على لا تهدر الله نحن لتوى الله إن الله أمير بما تعملون الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم الذين كفروا عليكم إذا ما قوم أن يبسطوا إليكم أيدي أمك فأيدي أمك فأيدي أمك فأيدي أمك فأيدي الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزالوا تنطلع على حظا مما ذكروا ببارينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة أسامة ينبئهم الله بما كانوا يسألون يا الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور ويجيب إلى صراط مستقيم لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه
مريم وأمه ومن في الأرض جميعا ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء على كل شيء قدير ولد اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه فلما يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير وجاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم الأرض المقدسة التي كتب الله لكم لا تجدون أمانكم ولا ولبواصلين قالوا يا موسى النبي قوما جبارين قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر ما لنعزلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين فإن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسد يدي إليك لأقتلك ليريه كيف يواري سوى أخيه قال يا ويلتا كتبنا على بني إسرائيل
غير أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يسلموا أو تقطع أيديهم أيها الذين آمنوا اتقوا الله لهم ما في الأرض جميعا ومثله ما هو ريان تنتهي من الأريام قيامة ما تقبل من مرام الأرض السارقة فاغضعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله العزيز الحكيم من تاب من ذنبه في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلمة من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله عزا يرى أولئك الذين لم يرد الله أن يظهر لهم لا في الدنيا ولا في الآخرة ولا للسهد فإن جاءوك فكن بينهم أو أعرض عنهم وإن طلقنا من يضرك فيهم وإن حكمت فكن بينهم بقد إن الله يحب المفسدين كيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استفدوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس خشوني ولا تجهلوا بآياتي لما Yeah.
كتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والسن بالسن والجروح قصاص فما تصدق به وكفى بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا غير أبدا مما كنتم إلا تلفون وأنيكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبعوا أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منهم إلا منهم إلا الله لا يبغاهم الظالمين مثل الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا بغاهم يحبهم ويحبونه أدلة على المؤمنين أدلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله رسول
يريد الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين الصلاة اتخذوها هزءا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما شر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل في أمره غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما وعدا ليلا لربه أتبعها الله ويزعنا يوم المزاد على الله يحب المسجدين يا من أهل الكتاب آمنوا تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم الله كثير مما يعملون لقد كفر الذين قالوا إن الله
هو المسيح ابن مريم. وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من وما من إله إلا إله واحد وإلا بعده عما يقولون ويمثل الذين كفروا منهم عذاب أليم فلا يتوبون إلى الله ويستغفرون والله غفور رحيم والمسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يقولان إن عما انظر كيف تبين لهم الآيات ثم أظهر أن يرفقون من دون الله غير الحق ولا تتبعوا هوى قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مريم فذلك بما عزوا وكانوا يعتدون والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين عشرة مساكين من أوسط ما تضمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة.
فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم فلا أيمان ذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر يصدكم أدر الله فعل الزلاة على أنتم تهون وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول ما اتقوا وآمنوا وآمنوا الزالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وآسنوا الله يحب المسلمين يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تنالوا أيديكم ورماكم الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ودعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والغرائد ذلك طيب ولا وعجبك غلت الحبيب واتقوا الله يا أولي الباب لعلكم تفلحون يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا ولا سائبة ولا وصيلة ولا حرم ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب هذا وهم لا يعقلون وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل
إلى الله وإلى الرسول مالوا حسبنا وجدنا عليه آباءنا ولو كان آباءهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا تديتم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيغصمان بالله مغامهما من الذين استحق عليهم الأوليان يا زمان بالله شهادة على وجهها يخافوا ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوريت والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموت بإذني وإذ كففت بني إسرائيل ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل عليك ملكة من السماء أنه لا إله إلا هو نريد أن نأكل منها ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك أهدنا وأنت خير الراجعين قال الله إني منزل عليكم فما So
ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق ربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فما توفيتني كنت هذا الرغيب عليهم وانا كل شهيد تعذبهم فإنهم صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خلق السماوات والله قد على الظلمات والنار ثم الذين كفروا من الدين الذي خلقكم من دين ثم قضى أجلا وأجل مسمى ثم أنتم والله في السماوات وفي الأرض قرن مكناهم في أرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدادا وجعل لنا لديهم مدد فليناهم في ذنوبهم وأجناهم بعدهم أننا غريب ولو نزل عليك كتابا فأجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين حسنوا أنفسهم فهم لا يؤمنون ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم إلا الله يتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطلب ولا يطلب فلا هو يمسك بخير فهو على كل شيء قدير
بينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ إنكم لتشهدون أن مع الله آلهة كتاب يعرفونه كما يعرفون أن هم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون ويوم نشرهم جميعا ثم نقول للذين وجعلنا على قلوبهم مكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى يتجاوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين هم ينهون عنه بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة وهلايا حسنتنا على ما فردنا فيها وهم يؤمنون هل جالهم على ظهورهم على ساعة يزنون أما الحياة الدنيا إلا لعب استطعت أن تبتغي نفعا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله أجمعهم على الهدى لتكونن من الجاهلين إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم ثم إليه يرجعون قالوا لولا نزل عليه آية قل إن نزل عليه آية من ربه قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أثره لا يعلمون فما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه بآياتنا صم وبغم في الظلمات لا يشاء الله يضلله ومن يشاء يضلله على سنة من سمين رأيت
لكم عذاب الله يا وتاتا فساد فلا شف ما تدعون إلى ما تزال ما منكم ما إله ما منكم فهناهم جاءهم بأسنا تضرعا ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حساب المشاي وما بحسابك عليك المشاي وتتزم تكون في الظالمين وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا هؤلاء إن الله عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة إنا ونعم رحمة حصولا بجهالة ثم تابع حمدي وضع فإنه غفار الرحيم أرسل الآيات حريدا سبيلا سبيلا مجنين قل إني نهيت أن نعبد الذين تدعون من دون الله والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رد ولا يابس إلا في كتاب مبين والذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم بيد الله عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إلى أن يأتكم الموت فأبدل الفناء وما نفرده ثم ردوا
البر والبر تدونه تضرعا وحجة إلى من فوقكم أو من تحت أرجلكم يا مساكم يا أبو يدير أبو حسب بلاد الكيب وصرف لا يزل الله يبهى سببي غمك فبهن غلست عليكم بفكير لكل نبأ مستقر وسوف تلقى وإذا رأيت الذين يخوضون في فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره فإما ينسينك شيئا فلا سبب تنزيل محقا من ظالمين على الذين ينتقون في حسابهم من شيء فلا كذب لعلهم يتقون وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا وذكر به أن تبصر نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها أولئك الذين نرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيرانا له أصحاب يدعون لفاتنا السماوات والأرض في الأرض ويوم يقول كف يكون له الحق وله الملك يوم يقف بزاهر عالم الخير والشهادة وهو الحكيم الخبير قال إبراهيم لأبيه آزر يا ليل سلطان الحجر فلي وجهه
الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم والنبوة فيكفر بها أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس يجعلونه ولا نزل الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها الذين آمنوا بالآخرة يؤمنون يقينا ولا صلاة يحافظون ومن أظلم ممن ابتلى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نري معكم شفعاءكم الذين لا تبعناهم من الدرجة حتى بينكم حللناكم ما كنتم تزعمون الله بالغ الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر حتى تلقى الآيات لقوم يعلمون
نفس واحدة السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا منه حبا متراكبا ومن النخل من دلها غنوان دانية وجنات من عناب وجنات من عناب والزيتون والرمان مشتبها وإلى متشابهنا ضرا إلى ثمره إلى أطرافه إن في ذلك الآيات لقوم يعملون وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم أن يقول لا ولد ولم ذكر صاحبة وخلق كل شيء ولم كل شيء الله ربكم لا إله إلا الله ولد كل شيء أبدا ولد كل شيء وكيل تدركوا الأبصار الله عدوا بغير علم كذلك بينا لكل أمة أمرا ثم إلى ربه المرجع ويربهم إذا كانوا يعملون وأقسموا بالله جهد إيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم الرجايا يقولوا ما كانوا يؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أثرهم يجهلون وكذلك جعل لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض الذين لا يؤمنون الله وهي الله يبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم got
كلمات ربك ثم بعد الله مرد كلماته هو السميع العليم وإن تدع أثر من في الأرض يضلك بسم الله عليك ثم بآياته ومن وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما ظلمتم إليه يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين لا يؤمنون إلى من حتى نؤتى مثل ما أوتي رسول الله الله أعلم حيث يجعل رسالاته سيصيب الذين أعلم يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يذله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء لذلك يجعل النار رسالة الذين لا يؤمنون قد استكثرتم من الإنس وغالا أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا يا شاء يذهبكم ويا سالم من بعدكم ما يشاء
ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما قالوا فلهم ما ينزلون الذي ينعم وحرث حجر لا يدعم إلا من نشاء بزعمهم وأنعام حرمت ظهورها أنعام لا يذكرون اسم الله عليها بها عليها يديهم بما كانوا يذكرون وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإياكم بيننا وحرم ما رزقهم نازلا على الله قتلوه ما كانوا مهتدين وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان الله الله متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إلى صلاة الحق يوم تأتيها لا تجب أنه لا يحب ومن الأنعام حبولة وفرشا كلوا مما ذكرين حرم من أنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو إنسان كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حمل ظهرهما في الهوايا وما تلد بها ذلك جزيناهم للطريق وإنا لصادقون كذبوك فقل لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا
حرمنا من شيء من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا يشهدون أن الله حرم هذا فإن شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا الذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بهم يجحدون. تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تزل النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلك فمساكم لعلكم تغفرون. لا تقربوا مع رغيتهم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده أوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فادروا ولا كان ذا قربى كنا أهدى منهم فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف على سنة الذين يكذب آياتنا سوء الألام بما كانوا يكذبون. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت قبلهم كسبت إيمانها حين كن ينتظرون منتظرا. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها والله كلما هداني ربي إلى صراط مستقيم أيما من ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. إن صلاتي ونسكي ربا
وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا إياه ولا تزر وازرة وزر الف لام ميم صاد كتاب انزل اليك فلا يكن في صدرك حرج من الرسالة به ولجهالكم به اتبعوا ما انزل اليكم من ربكم فلا تتبعوا من دونه الاولياء لما تذكروا كم من قريتنا ليبدي لهما ما وري عنهما من زواتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة لا تكونا ملكين هل تكونا من الخالدين سمهما أني لكما من الناصحين فدلاهما بغرور فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما سبهما أخبركما أصحاب الشجرة وأقول لكما أنجيزا لكما عدوهم نبيهما يا بني آدم
مريم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما الله ليريهما سواتهما إنه يريكم هو قبيل قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها ولن الله لا يأمر بالفحشاء تقول على ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم أخرج لعبادي والطيبات من الرزق قل يا للذين آمنوا بالحياة الدنيا نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أين ما كنتم تدعون قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا بها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الغياث كذلك هم جهنم بهاتهم من غضب حواس وكذلك نجد
ظهورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا هل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا لهم حتى يستغفر بينهم ألا ندل على الله يصدون أبصارهم تلقى أصحاب النار لا لا ربنا لا تجعلنا من نار ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم غاروا ما أغناكم جمعكم فما كنتم تستغفرا هؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله إلى ما تدخل الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون هذا أذاب النار أصحاب الجنة أنا فيه علينا من الماء يا مما رجعكم الله لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم ما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بحياتنا يجهلون ومجدناهم بكتاب السماء تاويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا نرد سوى على العرش يغشي الليل النهار يظلم الحديد والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره لا خوف والأمر تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم بل في الأرض بعد إصلاحها صحابا ثقالا سقناه لبلد يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلى نكدا كذلك خلق رايات لغاية الجنود لقد أرسلنا نوحا
أرأيتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم ليعدلكم إذا تقال أنكم ترهقون فكذبوا فأنجيناه والذين معه من ربكم على رجل منكم لينذركم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان فانتظروني معكم من أنجيناه والذين معه لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه لا مثل لكم آيات لا تكن في يد الله ولا تبصوها ويأخذكم عذاب الذين واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها أرضا وتنزل الجبال بيوتا حكنا على الله إذا تفرد من سنين على الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن أمر غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان حرام حسنا
صراط توعدون تصدون عن سبيل الله من آمن وتقول لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قالها ولو كنا كارهين افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء إما على الله توكلنا ربنا سبيلنا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحة الملأ الذين كفروا الحسنة حتى عفوا وعانوا قد مزها ما أمن ذره والسراء فأمنهم قد تتوهم لا يشعرون ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء من بعد أهلها قال إن لنا
الحق وبدل ما كانوا يغلبون هنالك وغلبوا صاغرين يا سهرة ساجدين آمنا بهم بالعالمين بموسى وهارون قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم إن هذا لمغرم كتم وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك آلهتك قال سنقتل أبناء سعيد سوف إلى بعضهم قال موسى لقوم استعينوا بالله واصبروا حسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يتطيروا بموسى ومن صدع لنا ربك بما عهد عندك لك جمس حتى الرسالة من النهك ولن نزل النهك بني إسرائيل ما كشفنا ختم الرسالة أجرهم بارق إذا هم يقضى ضربنا من فأرناهم يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا يعقوفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون إن هؤلاء مدبر ما في أباتهم ما كانوا يعملون قال أغير الله Oh,
ولدا بيودي نور أبناءكم ويسعدون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وقعنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشرين فتم ميقات ربي 40 ليلة. وقال موسى ميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تريني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تريني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا فادك على الناس برسالاتي وبكلامي لهن أرسلتك وكن من الشاكرين. وكتمنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة ربنا يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ولقاء الآخرة أمن الأمال أجزون إلا ما كانوا يعملون. موسى من بعد من حريهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يديهم سبيلا اتخذوا وكانوا سقط في أيديهم ورأوا أنهم ضلوا حالون إن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين. فلما رجع موسى إلى قومه غضبان آسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه قال ابن أم إن القوم استضعفوني فكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأسى ولا تجعل لي مع القوم الظالمين. لا سينالهم غضب من ربي وذلة في الحياة الدنيا وكذلك الأنس المبتلين من السيئات ثم تابوا من بعدها وآمروا إن ربك من بعدها لغفار رحيم. لما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح للذين هم لربهم يرهبون. قال موسى قومه 70
كان رجلا لميقاتنا فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنة تضل بها من تشاء وفي الآخرة إنا هدنا إليك قال عذابي يصيب بي من نشاء النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إسرهم والأغلال التي كانت له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنا بالله عصاك الحجر فانبجست من اثنتا عشرة عينا فظلم كل ناس مشربهم وظللنا عليهم الغمام وانزلنا عليهم المن والسلوى هم قولا وإلى الذين لهم ما زال عليهم بسم السماء بما كانوا يظلمون واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم وَمَا نُؤْمِنُ لَكُمْ
ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة. يا سماء أمما منهم الصالحون منهم دون ذلك فبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذون. ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ونزلنا فيه فدار الله لتحيد للذين يتقون فلا يقلون والذين يمزقون بالكتاب